لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. قبل البداية أدعوكم إخواني الكرام للإعجاب بالفيديو وكذا مشاركة تعليقاتكم وآرائكم معنا تشجيعا لنا. إليكم أبرز العناوين: الوداد الرياضي يواصل تألقه في الدوري ونقطة واحدة تفصله عن لقب البطولة الوطنية هذا الموسم. رسميا الاتحاد الدولي الفيفا يعاقب النادي الأحمر ويحرمه من التعاقدات الدولية. سعد النصير يزلزل الاتحاد الدولي الفيفا بقرار عاجل بعد حرمانه من التعاقدات الدولية. سعد النصير يفاجئ المدرب فوز المنصرسي براتب شهري كبير لبقائه بالنادي الأحمر الموسم القادم. وفي خبر عاجل، الوداد الرياضي يتوصل بعرض مالي كبير لانتقال أيمن الحسوني إلى الدوري السعودي. واصل النادي الأحمر تقديم عروضه القوية بعدما حقق انتصارا مهما على ضيفه نادي سارع واتزون بهدفين دون مقابل. وتدخل المقابلة التي جمعت بين الفريقين على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن الجولة 26 من البطولة الوطنية الاحترافية. وسجل الهدف الأول للنادي الأحمر المهاجم زهير المسرجي قبل أن يتمكن المهاجم أيوب الكعبي من تسجيل الهدف الثاني في الشوط الأول، ورفع النادي الأحمر رصيده إلى 60 نقطة حيث عزز موقعه في الصدارة بفارق 11 نقطة عن غريمه الرجاء الرياضي. في المقابل تجمد رصيد نادي سارع واتزم عند النقطة 25 في المركز الأخير، وأصبح النادي الأحمر على بعد نقطة واحدة لتتويج بلقب الدوري المغربي هذا الموسم، ولديه فرصة كبيرة لحسم اللقب في الجولة 27 عندما يحل ضيفا ثقيلا على نادي مولودية وجدة. قرر الاتحاد الدولي الفيفا منعه للفريق الأحمر من التعاقدات الدولية، وذلك لرفضه التزامه بأداء العقوبة المالية الصادرة ضده لفائدة لاعبه السابق النيجيري شيكي تارا. وأرسل الاتحاد الدولي الفيفا مراسلة إلى النادي الأحمر لإخباره بقرار منعه من التعاقدات الدولية، وذلك بعد انقضاء المدة التي حددها الاتحاد الدولي الفيفا لعدم التزامه بأداء مبلغ مالي يقدر بحوالي 300 مليون سنتيم. وكان سعيد النصيري قد لجأ للمحكمة الفيدرالية السويسرية لاستئنافه قرار محكمة التحكيم الرياضية الدولية الطاس والصادر لفائدة اللاعب النيجيري شيكي تارا، حيث أيدت قرار الطاس. كما خسر النادي الأحمر نزاعه مع مهاجمه السابق في الاتحاد الدولي الفيفا، ومنح الاتحاد الدولي الفيفا مهلة للنادي الأحمر إلى غاية 27 من شهر مايو الماضي، وذلك من أجل أدائه لمبلغ الغرامة إلى أنه لم يلتزم بذلك، لتصدر في حقه عقوبة قاسية بالحرمان من التعاقدات الدولية. كما هدد الاتحاد الدولي الفيفا النادي الأحمر لمنعه من التعاقدات الوطنية، وذلك في حال تعذر عليه أداء مبلغ الغرامة في أقرب الآجال. قرر سعيد النصيري الاستئناف ضد حكم الاتحاد الدولي الفيفا والذي يقضي منع الفريق الأحمر من التعاقدات الدولية، وذلك لرفضه التزامه بأداء العقوبة المالية الصادرة ضده لفائدة لاعبه السابق شيكي تارا. وأكد مصدر ودادي مسؤول أن سعيد النصيري يطمح من خلال الاستئناف إلى إلغائه منع الفريق الأحمر من التعاقدات الدولية، وذلك بعد انقضاء المدة التي حددها الاتحاد الدولي الفيفا للنادي الأحمر من أجل التزامه بأداء مبلغ يقدر بحوالي 300 مليون سنتيم للاعبه النيجيري السابق. وكان الاتحاد الدولي الفيفا قد منح مهلة للنادي الأحمر إلى غاية 27 من شهر مايو الماضي، وذلك من أجل أداء مبلغ الغرامة إلى أنه لم يلتزم بذلك، ليتعرض لعقوبة قاسية من الاتحاد الدولي الفيفا بحرمانه من التعاقدات الدولية. طالب الاتحاد الافريقي الكاف التوصل بتقرير مفصل لنزاعات الفريق الاحمر، وذلك قبل الترخيص له بالمشاركه في النسخه المقبله لمسابقه دوري ابطال افريقيا والتي تنطلق يوم العاشر من شهر شتنبر القادم. وكشف مصدر جامعي مسؤول ان الاتحاد الافريقي الكاف يريد الاطلاع على نزاعات الفريق الاحمر لاخذه فكره عن وضعيته الماليه، حيث يتجه الى حرمان الانديه الصادره ضدها احكام نهائيه من الاتحاد الدولي الفيفا ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية الطاس من المشاركة في النسخة المقبلة لمسابقة دوري أبطال أفريقيا ما لم تؤدي الغرامة المالية التي عليها. وأضافت بعض المصادر أن الفريق الأحمر يسارع الزمن لتسوية وضعيته من أجل ضمانه المشاركة في النسخة المقبلة لمسابقة دوري أبطال أفريقيا. وأكد مصدر جامعي مسؤول في وقت سابق أن الجامعة الملكية المغربية ستؤدي الغرامة المالية نيابة عن الفريق الأحمر،
وذلك في نزاعته الدولية لتفادي حرمانه من المشاركة في النسخة المقبلة لدور الأبطال الموسم القادم. أغرى سعيد النصيري مدربه فوز المنصرسي براسب شهري كبير، وذلك لتجديد عقده لموسم إضافي بعد قيادته النادي الأحمر إلى حسم لقب الدوري المغربي، بالإضافة إلى الوصول إلى الدور النصف النهائي لمسابقة كأس العرش ودوري أبطال أفريقيا هذا الموسم. وكشف مصدر ودادي مسؤول أن الفريق الأحمر قرر منح المدرب فوز البنزرسي 38 مليون سنتيم لتجديد عقده مع الوداد الرياضي، مع العلم أنه يتقاضى في الموسم الكروي الحالي 32 مليون سنتيم. وطلب المدرب فوز البنزرسي تأجيل الحديث عن تجديد عقده مع النادي الأحمر، وذلك إلى نهاية الموسم الرياضي الحالي. وكانت انتقادات شديدة قد وجهت إلى المدرب فوزي البنزرسي بعد الإقصاء من دوري أبطال أفريقيا، مما دفعه إلى اتخاذ قراره بالرحيل عن الفريق الأحمر، غير أن اللاعبين رفضوا قرار المدرب التونسي وألحوا عليه في مواصلة عمله رفقة المجموعة الودادية إلى نهاية الموسم الكروي الحالي. واستعاد المدرب فوزي البنزرسي توهجه بعد انتصاره على الرجاء الرياضي في الديربي، حيث مكنه ذلك من حسم لقب الدوري المغربي بنسبة كبيرة، وذلك في انتظار الدور النصف النهائي لمسابقة كأس العرش ضد نادي المغرب التطواني. توصل الوداد الرياضي بعرض رسمي لانتقال لاعبه أيمن الحسوني لنادي الاتفاق السعودي في الميركاتو الصيفي القادم، وذلك بعد تألقه في المباريات الأخيرة مع الفريق الأحمر. وكشف مصدر ودادي مسؤول أن موافقة النادي الأحمر للتخلي عن لاعبه أيمن الحسوني متوقف على القيمة المالية التي سيقدمها نادي الاتفاق السعودي للاستفادة من خدمة أيمن الحسوني، وأوضح أن الفريق الأحمر لا يمانع في التخلي عن لاعبه أيمن الحسوني شرطة أن يرقى العرض المالي إلى مستوى تطلعات المسؤولين بالوداد الرياضي. ويشار إلى أن الفريق الأحمر توصل في الفترة الأخيرة بمجموعة من العروض لاحتراف لاعبيه، وذلك بعد تألقهم في الموسم الرياضي الحالي، وهو ما سمح لهم بالتأهل للدور النصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا وكأس العرش، إلى جانب حسمهم للقب الدوري المغربي هذا الموسم.